فكره المعلومه دي جالي من بلال على الهوا انه ده افضل لاعب في الدوري البرتغالي السنه اللي فاتت. مميز جدا وفرق على فكره في نتائج النصر، عامل مثلث هجومي مميز جدا مع كريستيانو رونالدو. مع انه غريب ان البرتغال بتصدر على طول لاسبانيا وانجلترا. في كلام اصلا عليه ان هو ينتقل لبرشلونه، كان مرشح لكل الكبار في اوروبا، ولكن فجاه مره واحده راح النصر. زغللت لامين زغللت. اوكي انا اعتقد ان رونالدو كان ليه دور. وبعدين برضه انا ببارك لك بمناسبه البرتغالي في كاتالونيا بقى، كانسيلو برضه صفقه مميزه جدا طبعا، ولعيب اتظلم قوي بعد كاس العالم يعني. صحيح. كانسيلو كان واحد من الناس اللي ما كانش حد يتخيل. خد بالك الاثنين دول شخصيه برشلونه يعني، جواو فيليكس وجواو كانسيلو الاثنين كره برشلونه يعني، لو تشابي عارف يطلع منهم احسن ما فيهم هتشوف في اثنين لعيبه كبار جدا. ممكن كانسيلو، فيليكس متخبط جدا الفتره الاخيره، اعتقد ان دي اخر فرصه انه يلعب في نادي كبير في اوروبا يعني، بعد كده ممكن يروح بقى السعوديه تاني. طب رتب يا ابو حميد، لويس فيجو، روي كوستا، برناردو سيلفا، جواو فيليكس. انا عارف هيختار مين. اشوف لويس فيجو طبعا. عشان ايه الريال؟ لا خالص، انا حضرت لويس فيجو من هو في برشلونه وحضرته مع الريال مدريد، هو كان عالمي بصراحه. لويس فيجو كان لعيب، وكمان هو على فكره كان سبب طبعا لسوء حظه، خسر يعني خسر النهائي، هو خسر نهائيين، نهائي مره مع فرنسا ونهائي طبعا مع اليونان. النهائي ده كان في وجود كريستيانو رونالدو، كان ساعتها لسه يعني صغير في السن. لكن لويس فيجو بالنسبه لي لا، لويس فيجو بالنسبه لي كان لعيب غريب يعني، كان لعيب بالنسبه لي قائد اولا. لعيب عنده امكانيات كبيره جدا يعني، انا كنت حتى بقول دايما ان لويس فيجو ما بتخدش منه الكوره يا الا يعني هيعدي يا فاول يعني، كان من ضمن الحاجات اللي انا كنت دايما فاكرها له كويس جدا، لان انا كنت بتابع كل مباريات ريال مدريد مع فيجو. ما شفتوش هنا في استاد القاهره ولا ايه؟ لا شفته طبعا، شالوا واحد جون، شالوا واحد سريع كده في الخفيف صندية، حط الكوره كده حسام غالي. حسام غالي انا عارف ان رتب عندك ترتيب مختلف يا بلال. لا انا فيجو، انا فيجو، وانا كنت واثق ان احمد هيختار فيجو. فيجو في البرتغال حتى الان في ناس بتصنفه ان هو افضل لاعب في تاريخ البرتغال طبعا بعد ايزيبيو يعني، حاطينه مع ايزيبيو مع كريستيانو رونالدو. انا كنت عايز اسال اصلا السؤال ده على فكره يعني، هو سؤال صعب جدا يعني، ممكن الناس تشوفه سهل بالنسبه طبعا في اساطير قبل كده، بس انا مثلا ايزيبيو مثلا بيقولوا عليه كان محضر حكايه، بس انا ما شفتوش بصراحه. زي كرايف، زي بيلي، زي بيلي اللعيبه دي انا ما شفتهاش، بس كان يعني بيتحكي عليها. لويس فيجو لسوء حظه التتش، تعرف انه التتش يعني طبعا مختار التتش، مختار التتش كانوا يعني الحكايات، ولما تقرا عن مختار التتش بيقول لك كان حاجه خيال، حاجه خيال. بس طبعا الاجيال دي اتظلمت لانه الماتيريال نادره، مفيش سوشيال ميديا، مفيش فيديو اساسا. وبعدين بقى بمناسبه فيجو، احنا صفقه القرن في اسبانيا. ماشي يا سيدي ماشي، دي حقيقه. بمناسبه صفقه القرن واسبانيا، انا معايا النهارده واحنا بنتكلم عن قرعه كاس العالم لما نجي لها يعني، فرصه الاهلي في مواجهه الريال لتضييق الفارق. انت عندك في الثلاث شهور اللي جايين دول ثلاث القاب قاريه مهمين، والريال السنه دي شكله كده ايه، دوري ولا كاس يعني. ليه ولا دوري ولا كاس؟ انت مراهن بس على انه بلينجهام يشيل الفرقه طول السيزون؟ لا هو مش بلينجهام، انا دايما راني عمره ما كان على بلينجهام. طبعا بلينجهام اعتقد هي افضل صفقه في كل الدوريات ده من وجهه نظر يعني. يعني دي صفقه مميزه جدا، لكن براهن على انشيلوتي. بتراهن على انشيلوتي. انشيلوتي طب هنيجي لكاس العالم. خليني ابدا معاكم بالمعسكر النهارده، ختام المعسكر. الفرقه ممكن تكون واحد بيتكلم دلوقتي في الطياره راجع ان شاء الله بالسلامه للقاهره. بلال، شايف المعسكر ده اهم الاهداف اللي حققها الاهلي منه، مش بس الماتش يعني، المعسكر ان جنرال، ومنه مباراه امبارح الاهلي كسب فيها بنتيجه 3-1. طيب يعني خلينا في البدايه ناخد المعسكر كده على عده مراحل او على عده اوجه. طبعا الوجه الاول زي ما اتكلمنا في الاول، الروح اللي كانت في اللعيبه، وتحيه طبعا للنادي واداره النادي والقناه اللي نقلت للناس الاجواء الجميله اللي كانت في المعسكر، الروح الحلوه اللي بين اللعيبه، زياده الانسجام، دخول الصفقات الجديده في الاجواء سريعا. شفنا رضا سليم، وشفنا امام عاشور، وشفنا ندفد وصلاح محسن، خلاص كلهم انسجموا في منظومه النادي الاهلي. قدر مارسيل كولر اشتغلوا مع الراجل برضه، ابتدوا يعني يفهموا المدير الفني اللي هيقودهم على مدار الموسم عايز منهم ايه، يشتغلوا على ايه يعني. هو ده كان هدف من اهداف المعسكر. ان انت يعني اللعيبه الصغيره زي معتز وزي زعلوك اللي تالق في المباراه جاب جون حلو، قطع على القريبه، ولاعيب مميز. العائدين زي ندفد وصلاح محسن، المنضمين زي امام عاشور. خد بالك المهاجم اللي بيتحرك ده جوه الصندوق، انا ارفع له التحيه تقدير واحترام، لان في مهاجمين كتير جدا
بيستنوا الكره يعني جوه الصندوق بيستني الكره تجيله يعني الكره لا ده اتحرك وقطع على القريبه زعلوك كمان عمل كوره بس احنا طبعا عايزين برضو بمناسبه موضوع المباراه ان احنا عايزين نقول ان احنا كجمهور النادي الاهلي او اي حد بيقع عليه مسؤوليه بالظبط زي ما انت بتطالب اللعيبه ان هي تتحمل المسؤوليه في وقت من الاوقات والجهاز الفني كمان انت عليك مسؤوليه كبيره جدا انك تساعد الفريق ما ينفعش ان انت الراجل يكون عنده رغبه في عدم اذاعه المباراه لاسباب فنيه انا شايف من وجهه نظري ان دي المباراه الاصل دي المباراه الوديه الوحيده اللي بيلعبها الفريق النادي الاهلي دخل عليه وجوه جديده اكتر من وجه جديد غير الراجل وارد يكون احنا شفنا امام عاشور امبارح بيلعب في على الطرف شويه ورضا سنين بيدخل الراجل مش عايز يكشف اوراقه لفريق اتحاد العاصمه مع ضيق الوقت مع الغيابات الدوليه كان يجب على اللي تطوع وهو في اعتقاده ان هو بيخدم الجمهور اللي متشوق لرؤيه النادي الاهلي كان يجب عليه انه يتحمل مسؤوليته وجهات نظر يا بص يعني ما تقدر في الاخر تلوم الجمهور لانه لو لا هو مش الجمهور عامه احنا بنتكلم على اللي تطوع لاذاعه يعني المباراه واغضب الموضوع ده كولر الصراحه بص في الكلام ده يعني طبعا كل احترام لوجهه نظر مستر كولر هو صاحب الامر في الاول وفي الاخر وله مطلق الحريه في اتخاذ ما يراه مناسب لمصلحه الفريق لكن في النهايه الاهلي كتاب مفتوح للعالم كله صح. يعني في النهايه العالم كله شايف الاهلي والعالم كله متابع الاهلي بس في النهايه احنا عندنا كمان 8 ايام مباراه هيظهر فيها الاهلي اعتقد انه من الوارد جدا يكون في كمان مباراه وديه مره ثانيه ان شاء الله باذن الله فطيب ماتش امبارح طبعا في ظل غيابات كثيره جدا الاهلي قدم اداء طيب وفي نفس الوقت كسب معنويا على الاقل سيبك طبعا من حسابات المكسب والخساره مش داخله في ماتش زي ده يا احمد بس في النهايه معنويا فكره انه تشوف امام بيلعب بياخد في المباراه بتشوف رضا بياخد في المباراه شايف مكاسب المباراه عموما ايه امبارح؟ لا مكاسب كبيره جدا يعني شايف ان في مكاسب كبيره جدا من المباراه اولها طبعا من ضمن المكاسب دي ان انت اطمنت على حاله امام عاشور ان بعض كان في بعض الكلام وفي بعض التصريحات ان امام عاشور غير جاهز وان امام عاشور هتطول فتره اصابته لكن امام عاشور اطمننا عليه امبارح وظهر كمان بحاله فنيه عاليه يعني طبعا اخذ جزء من المباراه كمان رضا سليم وده السؤال دايما انا كنت دايما معاك يا احمد اتكلمنا فيه ان رضا سليم انا اسف قطع جهاز عشان بيلعبوا صور الكيت السوداء السنه دي لا مميزه قوي عالميه قوي كيت السوداء السنه دي عالميه الاهلي بيلعب في دوري ثاني عالميه يعني. صحيح اتفضل فطبعا رضا سليم وده السؤال اللي كان محير اغلب الجماهير وكان هيلعب فين؟ وانا كنت اتكلمت معاك قلت لك ما ننساش ان رضا سليم ممكن يلعب في رقم 8 وده اللي حصل فعلا ان رضا سليم لعب جزء المباراه امبارح في رقم 8 ودي تبين كولر الافكار اللي بتدور في دماغه يعني ان هو بيعتمد على اللامركزيه في الملعب كله أيوة. فعايز دايما يبقى الكل لاعب احنا بلال حتى قال ان امام عاشور كان موجود في بعض الاوقات على الاطراف ووقت كان موجود من داخل الملعب حتى زعلوك من ضمن مكاسب المباراه والهدف اللي احرزه هدف بتاع مهاجم رقم 9 المهاجم اللي بيقدر يخطف المدافعين وكمان يتحرك على القريبه وبيقدر يفنش بالطريقه دي لا طبعا اعتقد ميزه مهمه جدا وبشوف ان رضا سليم كمان لما اتحرر وراح على الطرف كمان قدر يحرز يصنع الهدف الثالث وميزه صلاح محسن انا اتكلمت معاك فيها ان انا براهن ان صلاح محسن هيكون مفاجاه الموسم القادم مع كولر طبعا وانه قلت ان التيك اوف بتاع صلاح محسن مميز جدا يعني هو ممكن الهدف ما ظهرش قوي لكن اعتقد ان صلاح محسن هيبقى مكسر الدنيا الموسم القادم مع طبعا السكواد كله اعتقد ففي مكاسب كبيره جدا في المباراه وامام عاشور بالنسبه لي يعني مكسب كبير جدا 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 واحد من اللعيبه اللي اعتقد مميزه في الدوري المصري كله يعني هو خط النص الاهلي كله مكسب كبير جدا دي حقيقة. يعني ما تقدرش تستثني منه احدا يعني اسكواد الاهلي السنه دي كنت بقول في اول حلقه انه يمكن يكون الاقوى على مدار الاربع او خمس مواسم مظبوط الاخيره